ولنقاش الانتهاكات المستمرة ضد الخريجين المطالبين بفرص عمل، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشط في تظاهرات عباس فاضل. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، تحياتي لك ست العزيزة وتحياتي إلى كادر وقناة الرافدين البطلة اللي تواكب الأحداث أولا بأول إن شاء الله. هذا واجبنا سيد عباس. بالأمس في بغداد واليوم في البصرة يتعرض الخريجون لشتى أنواع الانتهاكات، ما مبرر استخدام العنف رغم المطالب السلمية التي ترفعونها؟ ستي العزيزة، بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الحكومة من 2003 لحد الآن تعاقبت علينا حكومات وتكالبت علينا الحكومات اللي جت، أقدر أسميهم بالقاتل المأجور. يعني القاتل المأجور من عندك أحد تريدين تقتليه تعطيه أجوره ويروح يقتل الشخص المعين، فهذول جوي قاتل مأجور بأمر من دول الجوار، بعض دول الجوار، ما أقول كل دول الجوار ولكن بعض من دول الجوار ومن ضمنها دولة إيران. إيران دربتهم وهيئتهم، إيران تريد تدمر العراق لأن العراق ثروات الكثير الكثير وكل شيء يملك للعراق، من ضمنها الكفاءات العلمية، الخريجين أصحاب الشهادات العليا. فإيران هاي كلها ضد مصالحها وضد مشروعها، لأنه إيران تريد يبقى العراق منطوي على نفسه والعراق في تدني أكثر وأكثر. فإيران ما تقدر تسوي هذا لحالها، ولكن بمساعدة الخونة والعملاء، نقدر نسميهم الخونة والعملاء، بمساعدتهم هم هيئتهم وهم أهل لهذه العملية، لأنه كلهم خونة وما ما ما عندهم الروح الوطنيه، ما عندهم حبهم للعراق وانما حبهم وهواهم كل الايران. فنقدر نسميهم قاتل مأجور. يعني انت تلاحظون العالم كله يلاحظ الزراعه، الصناعه، الاقتصاد، السياسه، حتى الرياضه ما سلمت منهم. هاي الرياضه العراقيه اللي كان منتخبنا من اقوى المنتخبات العربيه الان اصبح في تدني وكلها نهوها، ومن ضمنها رجعوا على الكفاءات العلميه. نعم، هاي شغلة مدروسة ستي العزيزة، شغلة مدروسة. سيد عباس، لازم المعذرة على المقاطعة، نعود للحديث عن المتظاهرين الخريجين. كان الكاظمي التقى في مرات كثيرة بهم وتسلم مطالبهم وقدم لهم وعود بتلبيتها، كيف يفسر عدم تلبية هذه المطالب والسماح للقوات الأمنية بتفريقهم باستخدام العنف؟ ستي العزيزة، الكاظمي موظف حال كل السياسيين بالعراق، موظف عند إيران، موظف عند أمريكا. يعني الأجندة اللي يشتغلون عليها هم شو يقولوا لهم الدول الجوار، شو يقولوا لهم هم ينفذون، ما يقدر ينفذ هو حاله، هو بس مجرد يعني خاليهم هيكل، راح نسوي، راح نفعل، راح نعين، راح نشتغل وراح نبني وراح نعمر، سوف سوف سوف. قضاء علينا صار 17 سنة بالسوف. ما يقدر ست العزيزة الكاظمي أو غير الكاظمي ما يقدر يسوي، لأن إذا عين الكاظمي إذا وفى بوعود الكاظمي فمعناته ثاني يوم إذا ما يريدون يشيلون من المنصب، لا هم راح يختالوه، هم راح يختالوه يخلصون منه، لأن يريدون رجل يطيع أوامرهم وينفذ لهم اللي يريدوه. فالكاظمي حال اي رئيس وزراء اللي اجى من 2003 لحد الان مجرد وعود كاذبه، مثل ما نقول ضربهم ابره مورفين، هدى اعصابهم، يلا ارجعوا لبيوتكم وانا راح اعينكم. منين اعين اذا هو اصلا بالموازنه ماكو تخصيص، ماكو تعيين، يعني انت موازنه عندك ما بيها تخصيص التعيين، منين تعينهم؟ يعني تضحك على الدقون، تضحك على الفقراء، تضحك على الشعب العراقي انت. فستي العزيزة ما يقدر يعين ولا راح يعين أصلا. كيف تفسر معدلات البطالة المرتفعة في دولة نفطية تستقطب الأيادي العاملة الأجنبية وتستبعد الخريجين العراقيين؟ طبعا راح أجيب لك مثال بسيط. يعني أنا قاعد ببيت إيجار، قاعد ببيت إيجار، أنا ما أشتغل، ولدي ما يشتغلون. فالبارحه رحت دا ادفع الفلوس المولده اللي دا انطيها للصاحب المولده مال الساحب مالها، لقيت عامل بنغالي، يعني ابني قاعد لا شغل ولا عمل،
عامل بنغالي يشتغل بالمولده ومسيطر على المولده، هاي واحد من الاشارات، الاسواق تجي تلقي بها بنغالي، يعني هم يعني نيتهم وغرضهم انه يقضون على العماله العراقيه، على اي اساس انت مقعد العراقي وتشغل الاجنبي؟ العراقيين قاعدين لا شغل ولا عمل، فلوس ايجار ما عندهم، عيشه ما عندهم، والنوبه اجتنا شغله الدولار، العمليه الخسيسه مثل ما نسميها مع احترامي للسامعين، العمليه الخسيسه اللي لعبوها ورفعوا الدولار حتى يقضون على الشعب العراقي وعلى الفقير اكثر واكثر. فهي هاي نيتهم انه يهدمون العماله العراقيه ويخلون العماله الاجنبيه، لان العماله الاجنبيه هي بتوصيه من دول الخارج. شكرا جزيلا لك، ناشط في التظاهرات عباس فاضل حدثتنا عبر الهاتف من بغداد.